سنتين بالمنظر ده ما حدش حس بيه. فجاه تبص تلاقي في نجم اسمه علاء ميمون، نجم اسمه حسام البدري، نجم اسمه مش عارف احمد ناجي، وهكذا، نجم اسمه خالد جد الله، ضياء السيد، ربيع ياسين. فالناس تيجي تفكر في فيهم يقول لك ما هو ده بقى له سنتين، بس السنتين خدهم جرعات بحيث انه حصل نوع من يعني الارتفاع المتدرج في مستواه. ولذلك انا بشبه الحته دي بايه بقى؟ حته تعاقب الاجيال بتعاقب الليل والنهار. يعني بحيث انك انت يعني يولوجي الليل في النهار، يولوجي النهار في الليل، ما تعرفش الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. بص تلاقي الامور داخله في بعضها بحيث انك انت ما تلحقش تشوف، ما تلحق يعني تحس ان العمليه ماشيه فيها نوع من التغير الطبيعي طول الوقت بيحصل. الاستمراريه دي مهمه جدا، لان بتنقل الخبرات على مهل وبتنقلها بشكل سليم وصحيح، وبتنقل معاها سلوكيات، وبتنقل معاها الستايل بتاع النادي. فكل لما يحصل بقى انفصال بتبقى عايز جيل كامل، ودي عمليه ما يسهل. عموما احنا الكلام هيفرض نفسه عن لقاء القمه ومباراه الامس والشكل الجميل اللي بنستقبل بيه عام 2011، والجمهور من خلاله راضي ومقتنع بشغل الجهاز الفني وكابتن زيزو واللاعبين نفسهم اللي زي ما حضرتك قلت دخلوا في تحدي مع نفسهم، ويمكن ده من خلال لقطات وتقارير اعدها، لانه سعيد جدا بوجودك معنا النهارده. مخرجنا طارق طراف هو سعيد للغايه بان كابتن زيزو هو ضيفنا، وبيحتفل كمان بعيد ميلاده 1 يناير بعد ساعات. لا كل سنه وهو طيب. هنرجع لبعض رسائل اس ام اس اللي بدات تصل الينا بكم ضخم جدا من جماهيرنا، ونسمع تعليق او رد الكابتن زيزو، تعليقه على الاراء او رده على اي تساؤلات، ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه القمه من وقت الاستعداد والمعسكر. كابتن زيزو في البدايه اول رساله، والله ما عارف اقول لك ايه غير بحبك في الله ونفسي تكمل مع الفريق يا كابتن زيزو. دي من دكتور احمد من اسيوط. والله انا بحبك يا دكتور احمد، كل سنه وانت طيب، وانا سايب الموضوع ده يعني بقول يا رب خير لي واختار لي، يعني سايبها على الله. المارد الاحمر قادم، المارد الاحمر قادم، دي رساله متكرره. الاحمر قادم رساله من انس اللي بيؤكد ان الفريق بيعود لقمه مستواه تدريجيا، يعني في ثقه من الجماهير يا كابتن. ان شاء الله. هو في فرق حضرتك بانك انت بتسعى انك انت تكسب، فرق تنجح. الفتره اللي فاتت دي انا كان كل سعي ان انا انجح. انجح بمعنى ايه؟ ان انا انتشر الفريق من الشكل. احنا جمهورنا ما كانش زعلان على شيء الخساره. جمهورنا انا فاكر من حوالي سنتين خسرنا من نادي الزمالك، الخساره الوحيده اللي احنا خسرناها لما لعبنا بالمجموعه الصف الثاني، الجمهور شجع الفرقه كلها بعد المباراه. فعمليه المكسب والخساره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي مش هي الاهم. الاهم عمليه الاداء الجيد المرضي اللي هو يتسم او يتصف به النادي الاهلي عموما. يعني كابتن زيزو انت شيك داخل وخارج الملعب وكلنا بنحبك يا غالي من شبانه. الله يخليك يا شبانة، وكل سنة طيب برضو، ومشكر جدا. رسالة أو تساؤل موجه للكابتن زيزو، فين شبانة وسعيود؟ رسالة من منصور بيسأل حضرتك فين شبانة وسعيود. سعيود كان من الناس اللي كنت عامل لها دور مهم جدا في الثلاث ماتشات اللي هي تبدأ من حرس الحدود مقاولين زمالك، وكان ليه دور أنا كنت مخططه له في ماتش الزمالك بالتحديد، ولكن الإصابة جاله شد عضلي عطله، وكابتن سيد عبد الحفيظ وانا سمحنا له ان هو يقضي الاجازه باسبوع مع اهله في الجزائر، ويرجع ان شاء الله يوم الاثنين الجاي باذن الله. واتمنى من اداره نادي الاهلي اعطاء الفرصه للكابتن زيزو حتى نهايه الموسم. رساله من محمد رأفت من المنوفيه، وحضرتك قلت ان انا اتمنى الافضل لمصلحه النادي قبل كل الاعتبارات. طبعا انا عايز اقول بس لعبد الحميد شبانه، عبد الحميد شبانه من الاولاد الممتازين جدا وبيتمرن باخلاص شديد جدا، ولكن يمكن الظروف مش دايما بتبقى مواتيه او ما ساعدتنيش الفتره اللي فاتت ان هو يكون موجود معايا، انما هو من الولاد خلقا وسلوكا واداء في التدريب من احسن الناس اللي بيشتغل. يعني ان شاء الله هيكون اضافه وهياخد فرصته مع الفريق. ان شاء الله مع الوقت هياخد وقته، خصوصا انه مقنع للجمهور. يمكن الاوقات القليله اللي شارك فيها من بدايه الموسم الجمهور كان راضي عن ادائه. لا لا لا، هو انسان ممتاز ما شاء الله عليه، ولعيب كوره كويس. ومباراة الأمس أكدت فوز الأهلي ببطولة الدوري إن شاء الله بعد أداء رائع لأبطال النادي الأهلي، فهذه أول مباراة لم تهتز فيها شباك الأهلي ولم يخترق دفاعه مطلقا بأداء رجولي واستحواذ 70%، ولو كان لدينا مهاجم صريح من أصحاب الخبرات في هذا اللقاء لحققنا الفوز التاريخي، وأظهرنا أيضا أننا الأفضل رغم كل الانتقادات لفريق الأهلي. رسالة من المهندس ممدوح الشرقاوي. والله ما ينساش يحط ميزان قبل المباراه الاوضاع كانت عامله ازاي، لان الميزان ده مهم جدا.
سواء بالنسبه لي يعني احنا من ضمن الحاجات اللي انا عملتها انا احترمت نادي الزمالك جدا فنيا ومعنويا، احترمت الحاله اللي هم عليها وتعاملت معاها او مع المباراه بناء على هذا الميزان. ازاي يا كابتن زيزو؟ يعني مش ممكن تغفل ابدا ان نادي الزمالك برضه نادي كبير، نادي ليه تاريخ، عنده مجموعه كويسه من اللعيبه، بقى السنه دي عنده طموح ان هو وعنده دفعه معنويه زي ما حضرتك قلت، حاله الفوز في مباريات متتاليه في الفتره اللي فاتت. بالظبط الحاله اللي بتاعته قبل المباراه حاله عاليه جدا من الناحيه المعنويه، وفي ثقه كبيره جدا في الناحيه الفنيه. لابد ان تحترم هذا، تحترم بمعنى ان تتعامل معاها. فدي نقطه انا تعاملت معاها بشكل جيد جدا ولله الحمد يعني بتوفيق الله انا والناس اللي معايا، بحيث ان احنا وصلناها للعيبه. واللعيبه كان عندها احساس بيها من قبل ما انا اتكلم فيها. ويمكن انا من الحاجات اللي قلتها للعيبه من الناحيه النفسيه قلت لهم انا في ماتشات عايز اقول لك شد حيلك، الماتش ده ما اقولكش شد حيلك، لان هذه المباراه لا ينقصها الدوافع، الدوافع بتاعتها جاهزه. دوافع تاريخيه، دوافع ذاتيه عندك انت كلاعب عايز تثبت جماهيريه وبطوله خاصه جماهيريه واعلاميه وكلام مش محتاجه دوافع مني، انما محتاجه حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولى احترام المنافس، الحاجة الثانية التزام بالتعليمات. والاثنين الحمد لله اللعيبة استجابوا ليها الحاجة يعني بدرجة كبيرة، ويمكن بانت في مستوى الفريق ككل سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. يعني لو جيت قلت لك امبارح أحمد فتحي كان أحسن لعيب، هتقول لي لا وائل جمعة كان أحسن منه. واحد رأي ثاني هيبقى الشريف عبد الفضيل، واحد رابع حسام معوض، واحد يقول بركات، واحد هيقول مثلا حسام عاشور حسام عاشور تم تجهيزه ورجع حسام غالي. وبعدين برضو في حاجه اتعملت امبارح في الماتش لابد ان انا اشكر اللعيبه عليها جدا، وهي ان انا عندي امبارح احمد عادل عبد المنعم راجع من اصابه، سيد معوض راجع من اصابه، محمد بركات راجع من اصابه، حسام عاشور راجع من اصابه، شريف عبد الفضيل اصابه خفيفه يمكن ساعده ان هو ما كانش موجود معانا في المباراه اللي في ماتش المقاولين، محمد طلعت اتمرن معايا اربع ايام وراجع من اصابه وانفلونزا. الظروف دي كلها ما فيش شك ان هي لولا الاراده بتاعه اللعيب ولولا توفيق ربنا لينا في عمليه الاعداد والاستعداد النفسي ما كانش حد قدر. شهاب وعاشور اللي شالوا عبء وسط الملعب امبارح هما الاثنين عندهم اصابات، ومع ذلك استطاع. امبارح انا بتكلم مع شهاب وعاشور قالوا لي لا كابتن احنا نكمل. هو في حاجه ساعدتنا على الكلام ده ان احنا قدامنا لسه 21 يوم، فساعدت على ان يبقى في حاله استعاده الشفاء، وبس في نفس الوقت ما كانش انا كنت دايما بعملها على عدم حساب او عدم يعني ما تجيش على حساب اللعيب. ولذلك يمكن في تغيير مثلا اتعمل امبارح في البعض ما فهموش، وهو تغيير بركات. بركات بيعاني من الم في ركبته بقاله فتره، يمكن هو قال لي انا كنت فاكر انها الفتره اللي فاتت، قال لي لا دي بقالها اكتر من سنه عندي، ان هو عنده الام بتحصل في ركبته زي خشونه يعني فبتسبب له الم كبير قوي. بركات من اللعيبه المهمه جدا واللعيبه اللي هي ليها دور مؤثر جدا سواء في الفات او في المرحله اللي احنا فيها دي. وانا بشتغل زي ما بقول لحضرتك بشتغل بطريقه سليمه حتى لو كانت بطيئه. في حاجات اللعيب ما يعرفهاش وانا بشتغل بعملها. زي ايه مثلا؟ زي اللعيب ليه طاقه، الطاقه دي ممكن تقول بتمثل تحمل عام على مستوى السنه كلها. فباجي بركات ده خارج من النهارده مثلا من اصابه وعنده الام والاصابه بتاعته لا زالت موجوده مثلا، فبدل ما يلعب النهارده 90 دقيقه ويجي الماتش اللي بعديها يقعد، لا انا يقعد النهارده بركات يلعب 70 دقيقه واحافظ على سلامته ال 20 دقيقه دي، وينزل واحد يؤدي الدور بتاعه. لان امبارح كان في سببين للتغيير، السبب الاول المحافظه على المعدل بتاع المستوى الاداء، لان كان الاداء بالنسبه لسيد معوض وبركات كان عالي جدا وبذل مجهود كبير قوي في الناحيه الشمال. انا حبيت احافظ على المستوى ده، درجه المستوى ده حبيت ازودها في نهايه المباراه، عشان كده لعبت جده. وجده ادى الدور بتاعه، في نفس الوقت حافظت على بركات. بحافظ عليه بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو الماتشات الجايه ممكن يلعب بقى 80 دقيقه، الماتش اللي بعديه يلعب 90 دقيقة ويستمر. فعملية المحافظة على اللعيب دي بتبقى عايزة خبرة كبيرة جدا، وعايزة أيضا قناعة. اللعيب مع الوقت هيفهم الكلام ده، ودي برضو من الحاجات اللي هي بتمثل حلقة الانسجام اللي احنا اتكلمنا عنها، انها بتاخد بعض الوقت لأنها عايزة مواقف تتكرر
وعايز عنصر الزمن وتفاهم اكتر. حضرتك قلت انه مع الوقت بيحصل بين المدير الفني واللاعبين، خلاص مع الوقت بيفهموا طبيعه الشخصيه الفنيه للمدير الفني. بالظبط. هتبص تلاقي انت بتقول التعليمات اللعيب ممكن ما يكونش مقتنع بيها نظريا، بس ممكن يقول لنفسه لا ده هو مثلا المدرب بتاعي ليه مواقف قبل كده بتقول ان هو في بعد معين انا مش شايفه. هنعرف كمان من الكابتن زيزو لكن بعد الفاصل اسباب اختياره وضمه ل 26 لاعب في معسكر الاعداد لمباراه القمه، وهل ده كان في نوع من المناوره والغموض اللي بيحيط باستعدادات الفريق للقاء القمه ومحاوله يعني اطفاء نوع من السريه على حسابات الجهاز الفني او المدير الفني للفريق الاول في النادي الاهلي؟ ده هنسمع اجابه الكابتن زيزو عنه ولكن بعد الفاصل. اليوم وضيفنا في الاستوديو المدير الفني الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، ومعانا على الهاتف الكابتن محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. كابتن يوسف مساء الخير. الخير يا استاذ محمد، ده حضرتك اهلا بيك، ويعني اسمح لي باسم اعتقد كل المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي نفس التهنئه اللي بدانا بيها الحوار مع الكابتن زيزو اقدم لك ولكل الجهاز المعاون التهنئه على الروح والشكل الجميل اللي شفناه في الملعب امبارح. الله يخليك، انا عايز امسي على الكابتن زيزو الاول. اه كابتن يوسف، ازيك يوسف؟ الله يخليك كابتن، واقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. والحته الثانيه استاذ محمد، انا عايز اعمل بس حاجه صغيره، ان 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 انا مش مدرب عام. ال 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 من يوم البدايه بتاعت الجهاز كانت المعلن ان الكابتن زيزو كان مدير فني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره، وانا وياسر رضوان احنا اثنين مدربين. صحيح، بالفعل قلنا بيتساوى الكابتن محمد يوسف مع الكابتن ياسر رضوان، لكن انا اعتبرت ان في اثنين مدرب عام في الفريق طالما على نفس الدرجه. بس دي روح جميله يا كابتن محمد. الحب اللي احنا بنشتغل بيه والكابتن زيزو من اول يوم ما مسك واشتغلنا، لم حسس حد مين مدرب عام ولا مدرب مساعد ولا مين مدرب، وحتى هو كمدير فني في اوقات كتيره جدا كان بيحسسنا ان هو اخ كبير لينا، ويعني مش عايز اقول لك الحب اللي كان بيسود الجهاز كله، بالاضافه طبعا للكابتن ابراهيم رياض والكابتن محمد ابو العيله والكابتن سعد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز طبعا كله، مش عايز انسى حد سواء جهاز طبي او اداري يعني. كابتن محمد يوسف، الكابتن زيزو بياكد ان اللاعبين نجوم ولاعبي الفريق ساعدوا الجهاز الفني في تقبل التكليفات والروح الجديده والدفعه المعنويه في المرحله دي، وسهلوا المهمه عليكم في انسجام فني اكتر. اه طبعا، ده لا شك ان الكابتن زيزو من اول يوم لما جه وكان ليه فلسفه بيحاول يدخلها ويوصلها للعيبه، وهو على فكره يعني بصراحه الواحد يتشرف انه اشتغل مع الكابتن زيزو، لان انا بستفاد منه كل يوم في طريقه جديده جدا في ان هو يوصل للاعب، ليه طريقه او فلسفه في مناقشه الامور سواء مع يعني عن احوال الفريق او التشكيل او طريقه لعب او وكمان فلسفته مع اللاعبين لما بيتكلم مع لعيبه باسلوبه، في اوقات كتيره جدا بيتكلم مع لعيبه بشكل جماعي، اوقات كتيره جدا يقول لا انا عايز اللعيب ده اتكلم معاه بصفه خاصه. طبعا كابتن زيزو كان نجم، وكان وهو بيلعب يشعر قد ايه النجوم لابد انها تعامل، وامتى يعامل لاعب نجم وامتى لاعب عامل لاعب لسه صغير او طلع في السن. زي ما انت قلت نجوم الفرقه او اللاعبين كان برضو استيعابهم لاسلوب الكابتن زيزو، ولو ان انا بقول ان مش بالشكل ما وصلش للشكل المثالي، لان طبعا انت عارف ان الكابتن زيزو جديد على معظم اللاعبين، الا ان هم طبعا يعرفوه من خلال ان هو شخصيه عامه طبعا يعني، وده اللي قاله الكابتن زيزو لسه ما يعرفونيش على المستوى الفني. مظبوط، شخصيتي الفنيه ممكن يكون تابعه من خلال البرامج التحليليه واستضافته في بعض البرامج، لكن بشكل شخصي وشكل قريب يعني نقدر نقول ان هم خدوا نسبه، يعني ما اقدرش اقول مثلا اكتر من 50 او 60% من فكره او من اسلوبه او كده، هو حب يوصل رسائل بطرق مختلفه من اسلوبه، لكن طبعا انت عارف الوقت كله كان الوقت ضيق جدا والمهمه كانت صعبه جدا طبعا. ده كان دايما يعني كلامه معانا كجهاز يقول لك احنا عند يعني بنصارع الوقت.